بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم نزيد نكمل في الأشياء اللي واحد لازم يكون يعرفها من أجل تحضير شهادة الأعلى السياسة. وحصة اليوم راح تكون مركزة على عنصرين، اللي هو أسئلة لينكس، سيكوريتي انهانسد لينكس والتونيك. هما أشياء ما فيها حاجة كبيرة، لأنه الأسئلة لينكس والتونينج في كورس خاص بهم، أوكي، هو أدفانسد كورس. لكن في السياسة أضعف الإيمان لازم يكون عندك البديهيات، يكون عندك البديهيات. خلينا نبدأ بأسئلة لينكس. شو معناته أسئلة لينكس؟ هو طريقة تانية اللي نعمل بها نزيدون نأمنوا بها السيرفر، نأمن بها السيرفر ولا الديسكتوب بصفة عامة، أي توزيع. فيما يخص أسئلة لينكس، احنا كنا شفنا أصلا أنه فيه ستاندر بيرميشن، أوكي. بعدين شفنا حاجة أخرى سميناها الأصيل، وقلت لكم باللي فيه حاجة اسمها Extended Attribute، هذه ما حكينا عليها لأنها خارج الموضوع. وفيه SE Linux، أوكي. هذه كل هذه النقاط عندها علاقة بأمن الجهاز، عندها علاقة بأمن الجهاز. وراح نشوفوا وش هو العمل تاع أسئلة لينكس. راح ناخذوه بمثال، ناخذوا المثال الأكثر تداولا اللي هو أباتشي، أوكي، ولا الويب سيرفر. أوكي، الويب سيرفر من المفروض أنه يجيب كل المعلومات عن التخزين من سلاش فار سلاش www/html، ولا خلينا نقول www بصفة عامة، أوكي. هذا عنده كل الأكسس عليه، ما فيه مشكلة، أوكي. حتى في الستاندر بيرميشن ولا ACL بنحطوه على اليوزر أباش، أوكي. المشكل الكبير أنه باستعمال الستاندر بيرميشن، أباتشي مثلاً بإمكانه أنه يكتب في ال .tmp slash tmp مثلا، أوكي، ممكن أنه يكتب حتى في slash var slash tmp، وهذا يمثل مشكل بالنسبة لنا، لأن هذا الفولدر الاثنين عندهم permission full permission لكل الناس، يمكن أنهم يكتبوا فيه. معناته أن أباش عنده أكسس للكتابة في شيء اللي من المفروض ما عنده عليه أكسس، هو أكسس كله على، خلينا نخليه بالأخضر على هذا. فهذا من أجل أعطاء حل هذا المشكل، زادوا طبقة ثانية اللي هي سموها الاس اي لينكس. الاس اي لينكس مبنيه على شيئين، اللي هو الكونتكست. الكونتكست هو نفس الار دبليو اكس في الستاندر بيرميشن، اوكي. لما بتسمع كونتكست في اس اي لينكس معناتها بيرميشن، كونتكست معناتها بيرميشن. وفي شيء ثاني اللي هو بوليان، وهو بس في كيس تحط عليها false ولا true، معناتها هل بإمكاني نكتب مثلا في هذا الفولدر نعم أو لا، أوكي. هذه نحطوها بالبوليان كذلك. وفيه الكونتكست، أوكي. أسئلة لينكس عنده من المفروض يكون إما disabled
وهذه المشكل أنه الناس أكثر الناس يستعملوها أو permissive أو enforcing. enforcing شو معناتها؟ enforcing خلينا disabled معناتها ما كان حتى علاقة على الأس لينكس ما يحدث في الجهاز. أوكي disabled ما في حد لا حاجة اسمها contacts ولا حاجة اسمها boolean ما في ولا شيء. أوكي permissive هو تسجل حضور اس لينكس لكن ما عنده دخل في البرميشن، معناتها حتى اذا ظهر له انه بروسيس مثلا رايح يدخل على فولدر ما عنده حق انه يدخل عليه راح يخليه يدخل، لكن بيعطيك معلومه هذه في اللوج فايل، هذه المعلومه يكتبها في اللوج فايل. ومن المفروض ان هذا الحاله في الاس لينكس نستعملوها من اجل ترابل شوت، من اجل ترابل شوت اذا عندك مشكل مثلا شفت اباش انه ما بيدخل على فولدر شو راح تصير؟ راح تخليه يدخل على الفولدر، لكن من جهه اخرى راح تشوف شو اللي منعه من المفروض انه يدخل هذا الفولدر لما نروح على الـ على ال على اللوج فايل. اوكي هذه فيما يخص انفورسينج، لا يمنع الدخول ويحط على الفايل، يمنع الدخول ويحط على الفايل. خلينا نشوفها انا بطريقه ثانيه. هي من المفروض اس لينكس عنده يعطيك الاكسس على الفولدر ولا على البورت ولا على اي شيء ثاني ويحط المعلومه هذه في اللوج. اذا كان عندك مشكل انك في الاكسس شو راح يحط؟ يحطها في اللوج. هنا عندنا حالتين، عندنا الحاله الاولى permissive اوكي وعندنا الحالة الثانية enforcing. الحالة الأولى يخليك تروح على الاكسس اوكي ويحط على login. إذا صار فيه مشكل أن ما عندك اكسس، ما عندك الحق أنك تدخل على فولدر لأنك ما عندك الكونتكست مثلا المناسب، في هذه الحالة راح يحط اللوج، يحطها في اللوج، خلينا نحطوها بالاحمر اوكي لانك من المفروض انك ما تدخل على الاكسس على الفولدر، لكن يعطيك البوسيبيليتي انك تدخل. السيناريو الثاني اذا كان بيرميسيف وانت طلبت انك تدخل مثلا على تي ام بي والمفروض تي ام بي يكون عندك كونتكست معين انك تدخل وانت ما عندك هذا الكونتكست معناتها ما عندك ممنوع انك تدخل، شو سيصير؟ هذا الاكسس يكون ممنوع، لكن بنفس الشيء راح يحط اللوج هنا. اللوج انت راح تستعمله من اجل الترابل شوت وتشوف ليش اباش مثلا ما دخل على الاكسس اوكي ما دخل على الـ. خلينا نشوفها هذه باكزامبل، خلينا نشوفها باكزامبل. مفهوم الكونتكست، مفهوم عامة استعمال الاس لينكس راح نشوفه الان كيف نستعمله. الشيء الاول الامر الاكثر استعمالهم هو got enforcing. اوكي enforcing get enforcing اصلا معناتها انه السيستم حاليا محطوط على الانفورسينج، معناتها اذا ما كان عندك حق انك تدخل على فولدر معناتها ما راح تدخل. اوكي بالاضافه انه اذا حبيت نروح شيء ثاني اعمل تابيليشن مثلا
اون انتر، راح يقول لك حطها اون فورسينج ولا حطها بيرميسيف. الوان هو اون فورسينج والزيرو هو بيرميسيف، يمكن تستعمل الاثنين. set on forcing زيرو مثلا، عاد نروح نشوفه. لكن خذوا بالكم هذا التغيير هو تغيير لحظي فقط، معناتها اذا عملت ريبوت على الجهاز راح نرجع البرميسي. هذه المعلومه من نجيبوها، نجيبوها اذا حبيت نغير بصفه نهائيه، تروح على كونفي اوكي وتغير هنا اوكي، وتغير هنا تروح حطه بيرميسي اوكي. اذا حبيت تروح من البيرميسيف الى الانفورسنج ولا من الانفورسنج البيرميسيف، هنا ما يحتاج الأمر للريبوت، ما يحتاج الأمر لإعادة تشغيل الجهاز. لكن إذا كنت في الانفورسنج أو بيرميسيف وحب تروح على ديزيبل، لازم تعمل ريبوت. إذا كنت في ديزيبل وحب ترجع المود انفورسنج ولا بيرميسيف، معناتها تستعمل من جديد اسو لينكس، في هذه الحاله لازم لها ريبوت. خلينا نشوفها ثانيه من اون فورسنج بيرميسيف، خلينا نشوفوها ب قلنا انه عندك حالتين. الحالة الأولى أنها تكون disabled أوكي، والحالة الثانية أنها تكون permissive أوكي. دقيقة، عندي مشكل في القلم. والحالة الثالثة أنه يكون on forcing أوكي. وشفنا أنه تذهب من هنا لهنا ولا تذهب من permissive، أقول لهذا هذه الحالتين لازم لهم ريبوت، ولازم الموديفيكيشن تكون slash utc slash su linux slash config اوكي. تغير su linux الشيء اللي حابه، disabled ولا permissive ولا. اذا حبيت تروح في هذه الحاله ولا هذه الحاله، هنا عندك بس الحاجة الأولى أنك تغير في الفايل، والثانية أنك تستعمل set on force سواء الصفر ولا الواحد، إذا حبيت تروح على permissive ولا على. في الحالتين، في كل الحالات نستعمله get on force عشان نشوفوا حاليا حالة SU Linux. هذه طريقة استعمال الـ SU Linux وكيف يكون التعامل معه وكل الحالات الممكن اوكي. في حالتنا احنا راهو get on forcing راهو permissive، راح نرجعوا on forcing نتأكد اوكي. خلينا نستعمله يوم install httpd y اوكي. آه
عندي مشكل في ال... خلينا بس نحد نرجع ال... اوكي البس ماونت اوكي ونعمل انه ممكن تعمل ماونت على الريبوزيتوري ما اعرف هذا مشكل جميل راح لكم راح نشوف انه من المفروض انه راح اعمل فايل ديمو اس او لينكس نحطه على سلاش var سلاش www سلاش html index.html وهذا فقط من اجل دائما حط في بالك انك تتاكد دائما هذه بس براكتس اي شيء تعمله تاكد من بعده اي شيء تعمله تاكد من بعده حتى لو كان كتاب عادي اوكي الان راح نتاكده من بعد نرجعوا على كيف التعامل مع السيرفيسز اوكي ونشوفه حاليا راح تشوفوا اس او لينكس عادي ما في مشكله راح اغير انا مكان اللي يوضع فيه اباش الفايلات وراح نسميه ويب هذا الشيء راح اغيره كذلك في الويب اوكي هذا راح اغيره هنا شيء ثاني بس براكتس عمرك كله تغير مباشرة خلي الحالة اللي كانت قبل وراح اغير هنا اوكي شيء كتير مهم راح نجي لهنا هذه حتي من المفروض ان نغيرها نفس الشيء عشان ارجع على الفار الديفولت في حال حبيت ارجع على الديفولت اوكي وهذا عملت له سيستم ريلود اوكي HTTP اوكي راح ناخذ الفايل اللي استعملناه في البداية نحطه في الويب اوكي المفروض ان الان لما احط كيرل ما راحش يجي بال HTML من سلاش بارس سلاش www HTML بس راح يجيبه من سلاش ويب اوكي راح نعيد الحكاية مع كيرل وتشوفوا انه صار معايا مشكل خرجني على الديفولت باج ما خرجني على ده. من المفروض هذا انا ما عندي مشكل في البرميشن كل الناس عندها ار اند اكس يمكن يدخلوا على اذا دخلت على الفايل حتى كل الناس تقدر تقرا الفيديو معناتها مشكل مش مشكل برميشن راح نشوف get on forcing معناتها مشكل قادر يكون في اسئله لينكس هنا ندخلوا في محل ترابل شوت شو معناتها معناتها راح نخلي اسئله لينكس طالع اوكي بس ما بيمنع الناس انها تستعمل شيء غير مسموح به في الجهاز اوكي راح نزيد ونشوفه من جديد اذا كان امكن ان ندخله والان دخلنا اذا عملت get on forcing set on forcing وندخل راح يقول لي مش ممكن تدخل هذه الاشياء كيف راح الواحد يعرفها اعمل get
اس او alert على log messages. اوكي، وهنا شو يعطيك؟ اذا يقول لك باللي فيه مشكل في اس او لينكس preventing HTTP from access on the file index. إذا أنت حاب تشوف المشكل بالضبط في شو، تروح مباشرة ترفد آخر SOL alert command. أوكي، وتحطها هنا. راح نشوف وش يعطينا. راح يقول لك هنا يا أسباب، يقول لك أنه هذا كل هالكونتكست اللي ممكن يديها SOL Linux. شوفوها، قال لك مستحيل اندكس ما عنده. وش راح يقول لك؟ يقول لك لازم تغير الكونتكست وهي الكوموند. شوفوا اس او لينكس، الناس اكثر الناس تخاف منه، لكن هو خلينا نقوله بالانسان عاقل. شو راح تستعمل انت الان هذا الكوموند؟ من قبل لا نستعمل هذا الكوموند، وش راح عملوا؟ راح نشوفوا مين نجيبوا هذا الكونتكست. اف كونتكست هي لما نديروا الاس مثلا على سلاش بار سلاش دبليو، ما فيه شيء يقولنا انه في حاجه عندها علاقه باسولينكس، لكن اذا ضفتوا الزيد كبير راح يكون عندكم شيء جديد. اوكي، شوفوا هنا هذه بيرميشن خاصه بالاس او لينكس، والفرق بين الستاندر بيرميشن واس او لينكس، اس او لينكس يتطبق على كل شيء، مش بس على الفايلات والفولدر، يتطبق على البروسيس. اذا عملت بي اس بي اس اللي نشوف بها كل البروسيس، اوكي، اتش تي تي بي، إذا ضفت زاد نفس الشيء، راح تشوفوا أنه فيه كذلك الكونتكست. شوفوا هنا الكونتكست، إحنا ما يهمنا الديتيلز تاع الكونتكست، مهم يكون عندكم فكرة أنه حتى البروسيس يتم التعامل معاه بأسئلة لينكس. وشيء ثاني، حتى المنافذ في النتورك ولا البورت يتعامل معاهم أسئلة لينكس. خذ بالك، مش بس الفايل، الفايل فولدر بروسيس بورت، كل شيء في السيستم أسئلة لينكس يحط عليه العين. اوكي، خلينا نشوف الان شو هو من مفروض الكونتكست اللي يكون عند الويب. الويب يشوف، اذا شفنا الويب اللي راهو عندنا حاليا، اوكي، شوف شو عنده كونتكست. هذا اللي يهمنا احنا، اخر هذا ما يهمنا، هذا اليوزر والرول خاصين باسو لينكس، هذا شيء ادفانسد. اللي يهمنا هو هذا، شوفوا هنا شو حاطين عليه، HTTP sys contain t، لكن أنا هنا عدنا SE default. معناتها إذا عملت curl من جديد راح يقول لك مشكل. خلينا نشوفه من جديد ونشوفه الويب. change con هي نفسها change mode، لكن مش change mode، change context. اوكي، ماينس تي الكونتكست اللي راك حاب تعطيه، هذا احنا نرفده هنا، اوكي، ونحطه على الويب. اوكي، نقدر نحطه حتى على اتش تي ام ال، ونعاود نشوفه حاليا الويب. اذا عملت كيرل من جديد راح يكون عندي المشكل حل بطريقة سلسة من غير أي مشاكل، لكن خذوا بالكم هذا تغيير لحظي، معناته في حالة إذا
عملت ريبوت على الجهاز راح ياخذ الديفولت فاليو. الديفولت فاليو راح تجيبها من اس ايماناج. اوكي اس ايماناج اف كونتكست ماينس اف. وهذا كل الكونتكست اللي عندك. انا خلينا نشوفه اللي خاص بسلاش فار. اوكي www وتشوفوا هنا كل الكونتكستات اللي لازم تكون على. مثلا اذا اخذنا هذا بالسي جي، اذا كان عندك سكريبت من نوع سي جي منين لازم يكون عنده هذا الكونتكست، والا عمره ولا راح يمكنك انك تعمل عليه اكزكيوشن. اذا رحتوا مثلا الناس اللي تستعمل ووردبريس راح تشوفوا انه ووردبريس كذلك عنده كونتكست خاص به، كونتكست خاص به مش HTTP System Contain لكن HTTP System Container. إذا حوسنا على سلاش ويب المشكل ما في حاجة اسمها سلاش ويب اللي تبدي بالويب، ما في. معناتها الفاليو اللي عندنا حاليا على الويب بمجرد انك ترجع ريستور كون ماينس ار في في، انا باش نشوفه بس على سلاش ويب حتشوفوا باللي رجعوا، هو كان اصلا اتش تي تي بي سيستم كونتين رجعوا للديفولت. واذا رحت عملت كير من جديد راح نطيح في نفس المشكلة. اوكي ثم لازم أي كل ما تعمل تشينج ترجع على على المشكلة هنايا، كيف اضيفها بصفة ولا كيف اعمل ديفولت اس يونكس فايل كونتكست. هذه الحالة نستعمله الاس اماناج لكن بطريقه اخرى. اوكي خلينا نشوفوا اس اماناج كيف نتعاملوا معها الان. احنايا من المفروض عندنا هذا لازم يكون عندنا في اس لينكس. اوكي اس اماناج راح نتعاملوا مع الكونتكست. اوكي راح نزيدوا كونتكست جديد ماينستي اللي هو من المفروض HTTPD سيس كونتينت. واحد يقول لك وكيف واحد يحفظ كل هذا الكونتكست؟ هذه بمجرد الاستعمالات، الكثرة على الاستعمالات راح تكون تتأقلم معها. أحمد رويبي السي جي هو سكريبتينج، أول سكريبتينج استخدم في الويب. انتم تعرفوا حاليا الديناميك باج ويب يمكن ديرها بي اتش بي، يمكن تخدمها بجافا، يمكن تخدمها بجانجو، يخدم تخدمها بايثون. اول سكريبتين استعمل هو السي جي، هذه بين قوسين. وراح نحطه هنا شكون هو الفولدر اللي حاب نحط عليه. فيه طريقة أنك تقول الفولدر ومحتواه. أوكي تحط هاك الفولدر ومحتواه تكون بهذه الطريقة. أوكي وتدخل هنا لازم تقول له كل المحتوى. أوكي اللي انسى هذه، اللي انسى هذه هنا واحد يقول لي كيف نحفظها، تجيب هذه من اس لينكس اس اماناج اف كونتاكس ماينس ال من اي بلاصه تجيبها. اوكي ونعملو فيريفيكيشن. اوكي اذا عملنا حاليا الويب راح نشوفوا انه زاد لنا. اوكي حاليا اذا شفتوا انه
هو فيه ديفولت، راح ندير ريستور كون اللي هي معناتها مثال اني عملت ريبوت على السيستم، اوكي، ونعمل له ماينس ار. قادر نعمل الفي باش نشوف واش دار العمل اللي قام به، ولا مباشره من الافضل نحط نشوف الموديفيكيشن اللي عملها. اذا عملت كير حاليا راح يكون مباشره ما عندي مشكل مع هذا استعمال الاسئله. راح يكون انه اذا كان عندك فولدر تمنع من انه يدخل عليه بروسيس، اوكي، وانت مثلا حبيت تغير، اوكي، اذا حبيت تغير الموقع لازم تاخذ بالك من اس يونكس، لازم الفولدر الجديد ياخذ كل الكونتكست اللي كان في الفولدر اللي هو باي ديفولت، الفولدر اللي باي ديفولت. هل في اسئله بالنسبه للاس يونكس حاليا بالنسبه للكونتكست؟ لانه في شيء ثاني، اوكي، في شيء ثاني اللي هو البوليان، اوكي، البوليان نشوفوها بشيء ثاني اللي هو SO بوليان ماينس. وهنايا راح نشوفوا مثال شيء من المفروض ان نستعملوه كثير، الهوم دير. راح تشوفوا هنايا enable home dirs off، شو معناتها؟ اذا جيتوا المره اللي فاتت كنا حطينا في الديمو مثلا هوم ديمو، مش يوزر ديمو، ما حطيناه. شو راح نعمله الان؟ راح نعطوا البوسيبيليتي، لانه واحد لما يعمل كير لوكال هوست سلاش ونحطه تيل ديمو، من المفروض انه يدخل على الكونتين تاع ديمو. هذا الشيء اللي راح نديروه ولا ارى السياسه لاني داخلها اصلا. راح نروح انا لارى السياسه هنا، وعندي بيبليك اتش تي ام ال، لازم اعمل بيبليك اتش تي ام ال، اوكي، اعمل فيه فايل نسميه ارى السياسه اندكس بيبليك اتش تي ام ال index. راح اعطي بس الاكسس لانه الهوم حتى واحد ما عنده اكسس على ار سي اس، راح اعمل له سي اش مود، اوكي، دوت ار على ار سي اس، اوكي، باش الناس يقدروا يدخلوا للفايل. اذا عملت الان كير من جديد راح يقول لك نوت فاوند، اوكي، ار السياسة نوت فاوند، انه فيه موديفيكيشن لازم اعملها على ال HTTPD يوزر دير. راح اعمل او بالاصل ما يهمكم هذا الموديفيكيشن، احنا يهمنا الغرض منها، مش السيستم سيتير ريلود اتش تي تي بي دي. وراح اعمل كير على، راح يقول لك بيرميشن دينايد. انا ساي بديت نتوسوس من اس يونكس، راح نحطها اس اون فورسينج زيرو ونشوفه اذا حد الان مشكل، مش مشكل اس يونكس، عندنا خصنا الاكس اللي ما عندهم علشان يدخلوا على الفايلات.
get on forcing. Public HTML. Public HTML. Public HTML. Get on forcing system. Reload HTTP. المفروض الآن عندي مشكل. عندي مشكل في الأكسس. public HTML كل الناس عندها access. public HTML عندي مشكل فيها. get on forcing permissive. نسيت ال slash. get set on forcing one. إذا حطيت الكار من جديد هنا permission denied. إذا رجعت على الصفر المشكل حاليا اللي عندي هو مشكل SLNS. شو قلنا احنا نشوفه مباشرة SO alert slash var log مساج اخر مساج بعثوا SLNS. راح نشوف شو المشكلة. نرجع لفوق يقول لك باللي عندك مشكل بوليان. ما عندك مشكل انه انك عندك مشكل في البوليان اللي هو قادر يكون HTTP enable وهو باش تغيره. قادر يكون HTTP unified وقادر. هو اعطاك عدة حلول لكن خذوا بالكم الحلول المقترحة اغلب الاحيان ما تكونش best practice. اوكي هذه في هذه الحالة مش مشكلة. راح نشوف احنا هذا الفاريابل محطوط على ايش الان. get boolean minus add grab ونشوفه مباشرة. هتشوفه هو على off. هو طلب منك ان تحطه على minus b save on. أوبس جراب حط لي مشاكل جراب. لغة الفرق بين البي أنها لازم تكون بصفة بصفة دائمة لأنه من المفروض أنك إذا عملت اس اماناج بوليان اوكي ماينس ال وعملوا جراب على اتش تي تي بي دي فولدر حتشوف انه عنده اون اون. هذه الاولى في حاله دائمه وهذه لحظيه معناتها هذه تغير من غير بي وهذا تغير بالبي. اذا غيرته الان مثلا انا على اوف
واعمل ريبوت على السيرفر. ما راح نشوفوها الان، راح اعمل له اوف. شفتوا حتى الطريقة كانت بسرعة، راح حطه اوف. هنا معناتها اذا عملت ريبوت راح ياخذ الثانية، اوكي راح ياخذ الثانية، معناتها الكير حاليا ما راح يشتغل. راح ارجعها اون، لكن هي الان اصلا اون في اثنين، اوكي، ونشوف الكير اللي عندي وراح تشتغل معايا مباشرة من غير مشاكل. واحد لازم يكون عنده علم بالفايلات، وكل كل من المفروض كل بروسيس يجي ولا كل سيرفيسز عنده دوكيومنتيشن خاصه بالاسيولينكس. ما واحد ما لازم يخاف من الاشياء من يجيبها. اغلب الاحيان حتى اذا ما كان عندك، حاب تشوف مثلا كل ما يتعلق باس لينكس بالنسبه لاباش، تعمل مان كي وتحط اس لينكس، معناتها اجبد لي كل المان اللي عندها علاقه باس لينكس. حاليا يمد لك بام اس لينكس. اذا حاب تشوف كل الدوكيومنتيشن لازم تعمل انستال على اس لينكس بوليسي دوك، اوكي، وهذا راح يجيب لك كل الدوكيومنتيشن اللي عندك على اس لينكس. خلينا نديرو مان دي بي، اوكي، عشان يعملنا ابديت. وتشوفوا هنا مثلا نحطها على جراب اتش تي تي بي، يقول لك اذا حاب يكون عندك معلومات على اتش تي تي بي راح ندخل نحط مان هنا على اتش تي تي بي دي، اوكي، وتشوف هو اتش تي بي دي. يقول لك اذا حبيت تشوف الكونتاكس على البروسيس بحد ذاته لازم يكون اتش تي تي بي دي اندرسكور تي، اوكي. وهذا كل هذه ال البينوري لازم يكونوا في هذا البروسيس تيب. بعدين تروح البوليان وتشوفوا هنا كل بوليان يعطيك حتى الامر اللي لازم تطبقه، وفيه شرح للبوليان اللي انت بتشتغل عليه. وكي تكمل من كامل البوليان تشوفوا بس البوليان في الويب، لانه الويب عالم، اوكي. هذا في البورت، شوفوا البورت مثلا حاليا البورت الديفولت بورت راح يكون اذا شفناه راح نشوفه هنا مثلا على ال HTTPD HTTP. هتشوفوا هذا HTTP بورت، فيه البورت 80 80 81، هذا الأكثر استعمالا مع الشبكة. معناتها إذا أنت رحت مثلا على ال HTTP دي وغيرت مثلا البورت الديفولت بورت، أوكي، ليست خلينا نروح هاي، هذا محطوط اصلا 80. اذا رحت غيرته على شيء غير 80 وهذا التغيير اللي قمت به هنا ما اعطيت الاس لينكس فكره عنه، عمرك راح تدخل على الويب سيرفر، عمرك راح تدخل على الويب سيرفر. خذ بالك اذا غيرت هنا لازم كذلك تغير هنا، تضيفه لهنا. وبنفس الطريقة واحد لا يقدر
يزيد البورت اللي حاب الماينز اي اي. اوكي، اذا شفنا الان مثلا، اذا شفنا الكونتاكت، خلينا نروح السؤال احمد. difference between context and boolean. البوليان هو حاله فقط عندها اوف او اون، معناتها اذا خدينا في مثال على الويب ولا على اف تي بي، هل كاين سؤال يقول هل اليوزر العادي ممكن يعطي للناس اكسس على الويب في الفولدر نتاعه؟ هذه حتى لو قالها هو نعم وحط البرميشن عادي لازم، وحط الكونتاكس عادي اللي لازم، لازم يقول اسعود يونكس اني اسمح لهم. وهذه كلمه اسمح لهم متعلقه بوليان، متعلقه بوليان. لكن الكونتاكس، كونتاكس عندنا الاف الكونتاكس على الفايل الواحد، وقادر يكون عندك اثنين كونتكس للزوج يحلوا لك المشكل، ولا ثلاثة كونتكس على نفس الفايل يحلوا لك المشكل. لكن في البوليان الشيء يختلف، اللي هو عندك حالة يا اوف يا اون، معناتها تقول اني رايح ادخل على هذا الفولدر مسموح لي ام لا. مثل انك تقول مثال، أنا داخل على بيت، يا أدخل يا ما أدخلش، ما فيهاش حكايات. لكن الكونتكست لما درنا اف كونتكست مثلا، اس اماناج اف كونتكست ماينس ال، تشوفوا عدد الكونتكست اللي إذا عملت له دبليو سي ماينس ال، راح تشوفوا على الأقل في 6500. لكن البوليان لا، البوليان أقل بكثير. أوكي، وإذا شفت البوليان مثلا، راح نشوف البوليان متعلق بس بالـ HTTP، تشوفهم أصلا العدد قليل، أصلا عدد ما يتجاوز 50. أوكي، وعندك معلومات عليه. لكن الاف كونتاكس، اذا رجعنا للاف كونتاكس وعملنا على ال HTTP، على HTTP مثلا، راح يكون عندك الاف، شوف 200 كونتاكس. الوغ هذه فيما يخص اسئله لينكس، فيما يخص اسئله لينكس. في اسئله على اسئله لينكس؟ راح نعمله اخر ريكاب. اوكي، شفنا انه اسئله لينكس عنده ثلاث حالات: disabled, permissive, enforcing. اوكي، يمكن تغيير الحالة بين هالاثنين باستعمال set enforce، هو لكن التغيير لهنا يكون بالفايل اللي هو سلاش اي تي سي سلاش اس لينكس كونفي. اوكي، اذا ما حاليا اذا كنت في البيرميسيف ولا ما، معناتها في البيرميسيف راح يخليه الاكسس، عنده الاكسس زائد اللوج. لكن في حالة الانفورسينج عندك البوليتيك هي deny زائد اللوج، هنا allow زائد اللوج، هنا deny زائد اللوج. في حالتين، إذا
حاب تتعامل مع اس لينكس لازم تحوس على كلمة اس او اس اي alert فين في سلاش var سلاش log سلاش messages اوكي وهو يعطيك الحل لكن اتفهمنا انه الحل ما يكون بالضرورة احسن حل للتعامل مع الكونتاكس عندك شيئين هنايا بعدها يمكن يكون مشكل عنده علاقة بالبورت مشكل عنده علاقة بالبوليان مشكل عنده علاقة بالكونتاكس الكونتاكس نتعامله معه مع SO Manage F Contacts وللتغيير سيج كون اوكي بوليان نتعامل معاه اس او مانج بوليان وللتغيير نستعمله ست اس او بوليان اوكي والبورت نتعاملوا معه SO Manage Port إذا أنت حابب تأخذ فكرة كبيرة على كل هذا لازم يكون عندك المان والمان بس تحط له المان main key وحط research على underscore SO Linux وراح يجيب لك كل الدوكيومنتيشن اللي على عندها علاقة بالاس او لينكس اذا ما كان عندك لازم تعمل تثبيت للفايل اس او لينكس بوليسي دوك اوكي هذه حوصلة لكل ما عندها علاقة باس او لينكس هذا الاس او لينكس نقدر نقوله الناس اللي تتعامل مع الهاكينج وخاصة سكريبت كيديز تضرب 80% منهم ولا 90% في الحيط اوكي لانه راح تزيد نسبة امن الاجهزة عندك بصفة كبيرة جدا وهو من المفروض يكون enabled خذوا بالكم انه حاليا فيه بعض البروجرام اللي تحطوهم مثلا لما تجي تعمل له تثبيت يطلب منك انه اس او لينكس لازم يكون انفورسينج قبل كانت عندنا هذه البوسيبيليتي انه واحد يمكن يعمل له ديزيبلد ولا بيرميسيف لكن حاليا مثلا اذا حبيت تحط دوكر اذا حبيت تستعمل على الكلاود اوبن ستاك باس اوبن شيفت كل هذه تستعمل اس او لينكس كوبرنيتيز كلها تستعمل اس او لينكس اس او لينكس لازم يكون اون مود المود اون فورس في اسئله اخرى على الاس او لينكس إذا ما في أسئلة أخرى كان المفروض أن نزيد تيونينج غادي نخليوها الحصة غدا إن شاء الله لأنه وصلنا على الساعة جودي لازم تشوف الحصة البارح حكيت عليها حكيت فيها على كيفية تثبيت الحزم ولا الباكيجز باستعمال الدي في دي وشفنا اكزامبل حي لازم تعمل ريبوزيتوري على الدي في دي بارك الله فيك شيخ عملتها